السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، برحب بحضراتكم وحلقه جديده من استاد الاهلي. موجودين مع حضراتكم النهارده لتغطيه مباراه الاهلي والاسيوطي في المباراه المؤجله من الاسبوع السابع. ان شاء الله كل التوفيق لفريقنا النهارده. اكيد كل ما بتكسب كل ما انت بتتقدم في جدول الدوري، في اكيد ثلاث نقاط مهمين، كل مباراه ثلاث نقاط مهمه جدا لفريق النادي الاهلي حتى يتربع على قمه الدوري الممتاز بامر الله. طبعا المباراه المؤجله مهمه جدا للنادي الاهلي، تبتديها النهارده من مباراه الاسيوطي ثم المقاصه ان شاء الله يوم الاحد والنصر، ثم اخر مباراه مؤجله هي مباراه المقاولين. لكن ان شاء الله توفيقنا النهارده او التوفيق النهارده يحالف النادي الاهلي بنتيجه مميزه، يعني ثلاث نقاط اكيد مهمه في هذا الطريق الحصول على بطوله الدوري هذا الموسم والحفاظ على اللقب للمره الثالثه على التوالي. سريعا عايز اروح لزميلي محمد سعيد من فندق اقامه النادي الاهلي، هنروح نطمن على فريقنا ونرجع نكمل بقى بعض الارقام والاحصائيات الخاصه بمباريات الاسيوطي والاهلي. اتفضل يا محمد. خير كابتن محمد فاروق، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي. بدايه او ضربه البدايه مع المباريات المؤجله بالنسبه لفريق النادي الاهلي هذا الموسم، والمباراه الهامه جدا مع فريق الاسيوطي اللي بيقوده فنيا الكابتن علي ماهر واللي محقق نتائج جيده خلال الفتره الاخيره في مباريات الدوري العام. مباراه هامه جدا لا تقل اهميه عن مباراه انبي ولا مباراه المقصه القادمه، رغم وجود فريق الاسيوطي في منتصف الجدول حتى هذه اللحظات وهو في احد الفرق الصاعده من الدوري الممتاز به، لكن الكابتن حسام البدري اكد للاعبين في جميع المحاضرات واليوم حتى في المحاضره الاخيره التي ستبدا بعد قليل قبل التحرك صوب استاد القاهره الدولي، اكد لهم ان جميع الفرق امامنا سواسيه وان كل المباريات مثيلها زي بعضها. ثلاث نقاط بالنسبه للفريق، لابد على الاهلي ان يحصد هذه النقاط حتى يتسع الفارق مع اقرب المنافسين بعد نهايه المباريات المؤجله. فالاهلي امامه اليوم مباراه صعبه جدا، لابد من الفوز بالثلاث نقاط، وبالتالي الجهاز الفني تعامل معها بشكل مختلف عن المباريات السابقه. تم طبعا اراحه عدد من اللاعبين امثال احمد فتحي ووليد سليمان، متواجد محمد نجيب في قائمه المباراه مع سعد سمير وايمن اشرف. عموما هو فتره مساله التغيير في بعض العناصر خلال الفتره الحاليه نتيجه ضغط المباريات، كل مباراه والاخرى 72 ساعه، فبالتالي الجهاز الفني بيتعامل مع كل اللاعبين في هذه المباريات. عماد متعب بيعود الى القائمه، عدد من اللاعبين قد يتواجدوا في التشكيله الاساسيه، من المحتمل والمرجح عوده عمرو السوليه للعب بجوار حسام عاشور في الجبهه اليمنى، لا خلاف على تواجد محمد هاني، صبر رحيل في الجبهه اليسرى، ايمن اشرف، سعد سمير اليوم، شريف اكرامي يمكن كان ليه حديث مع الكابتن طارق سليمان صباح اليوم بنسبه كبيره سيعود الى حراسه مرمى عرين النادي الاهلي خاصه في ظل اصابه محمد الشناوي. وسالت الكابتن طارق على اصابه الشناوي، قال اصابه بسيطه لكن فضلنا ان احنا نريحه عشان يكون جاهز للمباراه القادمه، والبعض اللي بيقول مثلا ان الشناوي كان ماشي بشكل جيد الاصابه قد تعطله عن المباريات القادمه. كابتن طارق سليمان قال انا بنظر لها بشكل مختلف خالص، شايف ان انا ببدل شريف عشان يرجع تاني، الشناوي موجود ومستمر معانا، احمد اشكرك يا محمد. يمكن اكيد كابتن طارق واكيد الحراس المرمى كلهم جاهزين، واحنا بنتكلم سواء على الشناوي او شريف او احمد عادل، اكيد كلهم حراس مرمى النادي الاهلي، فبالتالي اكيد مستعدين بشكل كبير. الشناوي موجود، شريف موجود، احمد عادل كله صراحه ما بيبقى متواجد بيأدي دور جيد ما شاء الله عليهم. يعني اكيد واحنا بنتكلم على النادي الاهلي وعمليه الروتيشن اللي بتحصل، بنشوف بعض اللاعبين بتتمسك بالفرصه زي ايمن اشرف ما شاء الله عليه، بنشوف ايضا صبر رحيل لما بيبقى موجود ايضا متميز جدا، حسين السيد لما بيبقى متواجد ايضا مميز جدا. عايز اقول لكم ان علي معلول ان شاء الله، خصوصا احنا بنتكلم في الناحيه الشمال، ان شاء الله في المباراه القادمه ممكن بشكل كبير جدا يرجع علي معلول للجبهه اليسرى مع زمايله طبعا اللي بيتالقوا في الفتره اللي فاتت سواء بقى حسين او صبر رحيل. بنشوف عمرو السوليه ممكن يرجع زي ما محمد قال او زي ما التوقعات بتقول ان عمرو السوليه يرجع بجانب حسام عاشور. عمليه روتيشن موجوده بشكل كبير جدا كابتن حسام بيعملها، وبيعملها بشكل مميز، بيعملها من غير ما تحس ان يبقى فيه خلل جوه الفريق. هو ده دائما المدير الفني اللي فاهم فرقته، خلاص حفظ اللاعبين، عارف امكانيات اللاعبين سواء بقى اللي بيلعبوا بشكل اساسي او اللي متواجدين وبينزلوا وبيأدي دورهم بشكل جيد. بنشوف في الخط الامامي ايضا
باكا، بنشوف مؤمن، بنشوف عبد الله سعيد بيرجع لمستواه الطبيعي، ايضا بنشوف اجايين متالق بشكل كبير مع فريق النادي الاهلي. هو ده اللي احنا محتاجين نشوفه من لعيب النادي الاهلي، دائما في تالق مستمر، خصوصا ان يعني بعد طبعا المباراه السابقه او مثلا اخر المباراه امام انبي والفوز 4-1 على انبي، اعتقد انها مباراه كانت جيده ونتيجه كانت جيده، ايضا جمهور النادي الاهلي بيطمئن بشكل كبير بهذه النتيجه وفي نفس الوقت بهذا الاداء المميز. وزي ما احنا بنقول الاهلي هو حتى الان هو اميز الفرق في الدوري الممتاز وفي افريقيا وفي الوطن العربي، عنده مجموعه من اللاعبين مميزين، عندهم امكانيات عاليه جدا، عندهم فنيات، عندهم شكل خططي ووعي خططي بشكل كبير. في نفس الوقت واحنا بنتكلم ان انت عندك العدد ده كبير جدا ولكن صغار السن في مجموعه كبيره. اما تيجي نتكلم على مثلا شريف اكرامي او احمد فتحي ولا شريف ولا عبد الله سعيد، تتجاوب يعني دول اكبر ناس 34 35 سنه اخرهم هو ده. فانت بتتكلم معدل اعمار ما شاء الله داخل فريق النادي الاهلي ان شاء الله يكفيك لسبع سنين ثمان سنين ان شاء الله بطولات بامر الله من خلال تواجد لاعبين مميزين وطبعا استخدام ايضا لاعبين مميزين للفريق بامر الله. يمكن نروح لبعض الاحصائيات وموقف الفريقين ما بين بعض او موقف فريقين في جدول الدوري الممتاز حتى الان بعد 12 اسبوع. طبعا زي ما بقول لكم حتى الان النادي الاهلي فاضل له لسه 4 مباريات، النادي اسيوطي لعب 11، الاهلي لعب 8 مباريات، الاهلي في المركز الثالث والاسيوطي في المركز 11، الاهلي فاز في 7 لقاءات، الاسيوطي فاز في 3 لقاءات، تعادل الاهلي في مباراه واحده وتعادل الاسيوطي 4 مباريات. الاهلي الحمد لله لا خساره حتى الان منذ العام السابق والبطوله السابقه في الدوري الممتاز، اما الاسيوطي في 4 لقاءات خساره. للنادي الاهلي له 19 هدف والاسيوطي عليه 12 هدف الفرق او عليه له 19 هدف والاسيوطي ليه 12 هدف، على النادي الاهلي 4 اهداف فقط لا غير، اما الاسيوطي في 14 هدف. طبعا النادي الاهلي 22 نقطه في المركز الثالث والاسيوطي في المركز ال11 ب 13 نقطة. ده يمكن موقف الفريقين. مشوار فريق النادي الأهلي حتى الآن طبعا ابتدى بمباراة طلائع الجيش وتعادل إيجابي 1-1، ثم فاز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل لا شيء، ثم فوز كبير على الرجاء 4-1، والإنتاج الحربي فوز النادي الأهلي أيضا 2-1، وفوز على النادي الإسماعيلي 2-0، ثم فوز على الداخلية 2-0، ثم المصري بهدفين مقابل لا شيء ايضا، ونتيجه كبيره على فريق انبي 4-1. يمكن زي ما بقول لكم هو مباراه واحده تعادل للنادي الاهلي، وابتدى المارد الاحمر منذ تفرغه للدوري الممتاز وهو في حاله فوز دائم. طبعا مهم جدا واحنا بنتكلم في هذه الجزئيه ان انت كان عندك حاله ضغط مباريات سواء بقى في بطوله افريقيا او في بطوله الدوري الممتاز بتشارك فيها، وكان كاس مصر ايضا شغال، ان انت دايما بيبقى عندك لاعبين بتفقدهم نتيجه الاصابه نتيجه بعض الاجهاد. ولكن منذ ان رجع النادي الاهلي للدوري الممتاز وهو في تالق ومكسب مستمر، نتمنى ان شاء الله حاله الفوز دي تمشي بشكل مستمر، هنلاقي نفسنا ان شاء الله حتى نهايه الدوري ممكن النادي الاهلي يحسم بطوله الدوري قبل ما ينتهي باسابيع كثيره بامر ده اللي احنا نتمناه. مشوار الاسيوطي بقى لما نتكلم على مشوار الاهلي كلمنا نتكلم ايضا على مشوار الاسيوطي في الدوري الممتاز. ثالث مباراه الاسيوطي او اولى مبارياته كانت امام مصر المقصه وتعادل ايجابي 1-1، ثم فوز الاسيوطي على الرجاء 2-0، وايضا في المباراه الثالثه ليه كان الاسماعيلي امام الاسماعيلي وفاز الاسماعيلي 2-0، ثم الاتحاد السكندري مع الاسيوطي وفوز الاتحاد السكندري 2-0، ثم تعادل ايجابي مع المقاولين 1-1، ثم تعادل ايضا مع فريق النصر 2-2، والانتاج الحربي والاسيوطي كان فوز الاسيوطي 3-1، بالرغم من ان الانتاج الحربي فريق قوي، فريق عنده مدير فني قوي كابتن مختار، ثم اللعب مع الداخليه او مباراه الداخليه وفوز الداخليه 2-0، اما الاسيوطي سبورت والمصري البورسعيدي فوز المصري 2-1، وتعادل سلبي مع انبي 0-0، واخيرا كانت مباراته امام طنطا وفوز الاسيوطي على طنطا 2-1، وبالتالي يمكن الجهاز الفني لطنطا كان استقال
واكيد كابتن اسامه عرابي هو المدير الفني الحالي لفريق طنطا. هنتكلم على بعض المدربين اللي ممكن او من منذ بدايه مشوار الدوري حتى الان تم تغيير بعض المدربين ووجود بعض المدربين اخرين في انديه نتيجه زي ما بقول صراع الدوري حتى الان. نتيجه او نتكلم على النتائج المواجهات دائما ما بين الاهلي والاسيوطي. يمكن طبعا زي ما احنا عارفين الاسيوطي يعني عهده جديد في الدوري ممتاز مرتين بس موسم 2014 و2017 هو في الدوري الممتاز، كانت اولى المباريات في 2014 للنادي الاهلي مع الاسيوطي وتعادل سلبي في الدور الاول. اما في الدور الثاني فاز الاهلي على الاسيوطي 5-0 نتيجه كبيره للنادي الاهلي. ثم يعني مباراه اليوم النهارده هتكون المباراه الثالثه للنادي الاهلي مع فريق الاسيوطي. زي ما بقول لحضراتكم عهد او يعني فريق جديد في الدوري الممتاز موسميا حتى الان هو متواجد في الدوري الممتاز. زي ما بقول لحضراتكم في مباراه الاهلي بقى في شهر ديسمبر بما فيها المؤجلات طبعا هتكون متواجده. ايضا مباراه النهارده هتكون اولى المباريات في شهر ديسمبر بالنسبه للنادي الاهلي، ثم مباراه المقصه المؤجله من الاسبوع الثاني، وبعد كده ان شاء الله يوم الجمعه 15 ديسمبر هيكون مباراه طنطا في الاسبوع ال 13، ومباراه سموحه هتكون يوم الاربعاء ان شاء الله 20 ديسمبر في الجوله ال 14، ووادي دجله في الاسبوع ال 15 يوم الثلاثاء ان شاء الله يوم 26 ديسمبر، ثم مباراه الاهلي وبتروجيت في الاسبوع ال 16 ان شاء الله ده هيكون يوم الجمعه 29 ديسمبر. لو نتكلم على الهدافين طبعا وليد ازارو حتى الان هو هداف الفريق او هداف فريق النادي الاهلي حتى الان بخمس اهداف، اما هداف فريق الاسيوطي هو محمد عنتر. عايزين نتكلم برضو يعني واحنا بنتكلم على الاسيوطي كده قبل ما اكمل الاحصائيات، كابتن علي ماهر هو طبعا المدير الفني لفريق الاسيوطي، مدرب متميز يمكن كان موجود في قطاع الناشئين في النادي الاهلي كل بيشهد له بالكفاءه، تعامل مع فريق الاسيوطي ان هو يمكن بامكانيات علي ماهر كلاعب كمان قبل ما يبقى مدير فني هو عنده الجزء الهجومي كان متميز فيه كابتن علي طبعا وهو كان بيلعب، فبالتالي انك بتنقل خبراتك وبتنقل فكرك للاعبين نتيجه طبعا خبراتك الكبيره اللي كانت موجوده سواء في لاعب او الخبرات اللي انت اخذتها من قطاع الناشئين في النادي الاهلي، ان انت كمان تحفزهم على امور كثيره منها ان انت تلعب قدام الفرق الكبيره بشكل جيد. عشان كده واحنا بنقول موقف الفريقين ونتائج المكسب والتعادل والخساره بالنسبه لفريق اسيوطي ما نيجي نتكلم في حاله صعوده السنه دي الى حد ما نتائج مرضيه، نتائج مش بطاله، مع طبعا وجود ممكن تكون امكانيات بالنسبه للنادي مش بنفس قوه فرق كتير. يعني علي ماهر عامل فرقه كويسه، ملاحظ جدا الجزء الهجومي بالنسبه لهم في مبارياتهم كلها، اللي بيتابع فريق الاسيوطي او مبارياته جزء مهم جدا ان انت بتلعب فريق النهارده ما بيخافش ممكن يبقى يهاجمك بشكل كبير. لو كابتن علي ماهر قرر ان هو يهاجم النادي الاهلي اعتقد ان هو حاجات كتير جدا بيحسبها كابتن علي، ان هيقابل قوه هجوميه كبيره موجوده في الدوري الممتاز هو النادي الاهلي وامكانياته ومن خلال طبعا لاعبين مميزين سواء بقى بدايه من حراسه المرمى حتى ان شاء الله الجزء الهجومي وليد ازارو. يمكن دي نتائج طبعا ان احنا قلت لحضراتكم الاسيوطي وموقفهم واللاعبين الاهداف. خلينا اكلمكم على نتائج الجوله ال 12 حتى الان، ويمكن كان بعض المفاجات او بعض النتائج خلت بعض الانديه تستغنى عن مدربين في هذه الجوله. كانت المباراه الاولى طبعا زي ما قلت لحضراتكم الاسيوطي سبورت وطنطا، وفوز الاسيوطي 2-1، وبالتالي كابتن خالد عيد تقدم باستقالته او اعتذر عن تكمله المهمه، وكابتن اسامه عرابي نجم مصر ونجم النادي الاهلي موجود حاليا كمدير فني لفريق طنطا. ايضا الرجاء والزمالك وتعادل ايجابي 1-1، ايضا بعض الامور حصلت في نادي الزمالك بعد هذه المباراه. الاهلي وانبي طبعا وفوز الاهلي على انبي 4-1، الاسماعيلي وبتروجيت تعادل سلبي 0-0، الاتحاد السكندري ووادي دجله وفوز كبير لزعيم الثغر الاتحاد السكندري 4-0 على وادي دجله، واعتذار احمد حسام ميدو عن تكمله المشوار مع وادي دجله، ووجود كابتن طارق العشري في قيادة الفنية في وادي دجلة. يمكن أكيد طبعا في بعض الأوقات خلاص الأمور بتقفل مع بعض المدربين أو المدربين الفنيين مع النادي نفسه، الأمور مش ماشية بشكل جيد، بالتالي عملية التغيير دي ممكن تكون جيدة للفريق. هنشوف طبعا
الوضع الحالي او الوضع القادم بالنسبه لوادي دجله، نتيجه طبعا هو عنده امكانيات مميزه وبعض اللاعبين المميزه، يعني منظومه محترفه، يعني اكيد التغيير ده ممكن يبقى في صالحه في التوقيت ده. المقاولون العرب وسموحه، وفوز سموحه على المقاولون العرب 3-0. ايضا في المباريات الاخرى بالنسبه للجوله ال 12، النصر وداخليه وتعادل سلبي 0-0، الانتاج الحربي والمصري البورسعيدي وواحد واحد نتيجه تعادل ايجابي ما بينهم هما الاثنين. ايضا مصر المقصه وفوز كبير على طلائع جيش في اولى مباريات كابتن حلمي طولان بعد ما تولى المهمه بعد احمد سامي المدير الفني السابق بالنسبه لفريق طلائع الجيش. اولى مباراه كابتن حلمي طولان مع فريق طلائع الجيش وهزيمه من مصر المقصه 4-0. زي ما بقول لحضراتكم، هقول لحضراتكم كل التفاصيل الخاصه بالمدربين اللي كانوا موجودين من اول اسبوع حتى الاسبوع ال 12 اللي تم تغييرهم بالمدربين الاخرين اللي هيبقوا متواجدين في الفتره القادمه. ان شاء الله مباراه بقى الجوله 13 اللي ان شاء الله ممكن النادي الاهلي هيكون فيها من الاسبوع القادم، اللي هيكون ان شاء الله يوم الجمعه مع طنطا بامر الله. خليني اقول لكم بدايه من مباراه طلائع الجيش الاسبوع الجوله 13، طلائع الجيش مع الرجاء، ثم المصري البورسعيدي مع الداخليه، ايضا انبي والانتاج الحربي، مصر المقصه مع النصر، وادي دجله مع المقاولون العرب، الزمالك مع الاسماعيلي، وسموحه مع الاسيوطي، وطنطا مع الاهلي، وبتروجيت مع الاتحاد السكندري. دي الجوله ال 13 بالنسبه لبطوله الدوري الممتاز اللي مشتعله حتى الان نتائجه، وزي ما بقول لحضراتكم نتائج كتير جدا غير متوقعه وتغيير فني او تغيير في الاجهزه الفنيه في حتى الاسبوع 13. خلينا اقول لكم قائمه الهدافين بالنسبه للدوري الممتاز حتى الان. طبعا عمر السعيد اللاعب المميز بالانتاج الحربي 8 اهداف، حسين الشحات ايضا من اللاعبين المميزين هذا الموسم 8 اهداف ولاعب مصر المقصه، جون انتوي ايضا لاعب مصر المقصه 7 اهداف، ايضا من الاسماعيلي كالديرون 6 اهداف، من الزمالك محمد اشرف 5 اهداف، ومن وادي دجله وطارة اسوف 5 اهداف. دول يمكن بعض اللاعبين للدوري الممتاز او هداف الدوري الممتاز. استكملها مع حضراتكم مع وليد ازارو لاعب النادي الاهلي 5 اهداف، محمد فاروق لاعب المقاولون العرب 5 اهداف، اسلام ابو سليمه لاعب المصري البورسعيدي 5 اهداف، واحمد علي لاعب المقاولون العرب 5 اهداف، ثم صلاح محسن لاعب انبي ب5 اهداف، ثم ابراهيم حسن لاعب النادي انبي، ابراهيم حسن لاعب الاسماعيلي ب4 اهداف، وكواكو فابريس لاعب الاتحاد السكندري ب4 اهداف، ومحمد حمدي لاعب سموحه 4 اهداف، واحمد جمعه لاعب المصري البورسعيدي 4 اهداف. دول يمكن قائمه هدافي الدوري الممتاز. يعني اروح للترتيب بالنسبه للجدول الدوري حتى الان، زي ما بقول لحضراتكم لسه امور كثيره هتتغير مع طبعا ان شاء الله وجود النادي الاهلي في عمليه فوز باستمرار ان شاء الله، سواء في المؤجلات او في الاسابيع اللي هياخدها بدايه من الاسبوع ال 13 ومؤجلاته طبعا مع الفرق اللي هيقابلها. اسماعيلي في المركز الاول برصيد 27 نقطه، المصري البورسعيدي في المركز الثاني برصيد 23 نقطه، والاهلي او الاهلي في المركز الثالث برصيد 22 نقطه، الزمالك في الرابع برصيد 19 نقطة، سموحة في المركز الخامس برصيد 19 نقطة، والمقاولون العرب في المركز السادس برصيد 19 نقطة، والإنتاج الحربي برصيد في المركز السابع برصيد 16 نقطة أيضا، أما مصر المقاصة في المركز الثامن برصيد 15 نقطة، وراء إنبي في المركز التاسع برصيد 15 نقطة، ثم بتروجيت في المركز العاشر برصيد 14 نقطة، والاتحاد السكندري في المركز ال 11 برصيد 13 نقطة، أما الأسيوطي سبورت في المركز ال 12 برصيد 13 نقطة، الداخلية في المركز 13 برصيد 13 نقطة، طنطا في المركز ال 14 برصيد 12 نقطة، طلائع الجيش في المركز ال 15 برصيد 11 نقطة، والنصر في المركز ال 16 برصيد 11 نقطة، أما النصر في المركز ال 16 برصيد 8 نقاط، ووادي دجلة في المركز ال 17 برصيد 8 نقاط، والرجاء في المركز ال 18 برصيد 6 نقاط. ده ترتيب الجدول الممتاز. أكيد وإحنا بنتكلم يعني
ربنا يوفق النادي الاهلي النهارده ان شاء الله في جزئيه التحكيم، هيكون كابتن جهاد جريشه حكم للمباراه، واكيد كابتن حسام البدري. يعني زي ما احنا شايفين الفتره اللي فاتت جزء كبير جدا من الاخطاء التحكيميه ممكن تكون ضد ومع، فبالتالي الحمد لله احنا الفتره اللي فاتت مفيش اي مشاكل تحكيميه احنا بنواجهها. كابتن جهاد جريش طبعا من الحكام المتواجدين. عايز اقول لحضراتكم ده تشكيل متوقع خاص بالنادي الاهلي ممكن يكون متواجد النهارده معانا على الشاشه. طبعا شريف اكرامي في حراسه المرمى، من اليمين للشمال محمد هاني، سعد سمير، ايمن اشرف، صبري رحيل، اما في خط الوسط عمرو السوليه وحسام عاشور، امامهم جونيور اجايه وعبد الله السعيد ومؤمن زكريا، وفي الامام كراس حربه هو وليد أزار. اكيد واحنا بنتكلم في النادي الاهلي كل دول اللي احنا شايفينه عشيش ده توقعات، ولكن كابتن حسام البدري دائما وهو بيعمل عمليه روتيشن بيقول ده في صالح الفريق، دائما وهو بيغير لعيب مكان لعيب، لان نتيجه اصابه، نتيجه اجهاد، نتيجه فكر فني او شغل فني كابتن حسام البدري بيشوفه سواء بقى في الفريق الخاص بالنادي الاهلي او فريقنا طبعا، والفريق الخاص ايضا بالمنافس، ان انت بتشوف نقاط قوه ممكن لعيب معين هو بيستخدمها كابتن حسام البدري او بيستخدمه في اختراق هذه الجزء او الجزء الفني هناك في الناحيه الثانيه بالنسبه للفريق المنافس. ودي عمليه الروتيشن اللي ممكن تكون في اي حد او اي حد ممكن بيتعامل معاه كمدير فني في هذه او في هذا التوقيت يعني. فكابتن حسام البدري بيتعامل مع الفرق سواء. خليني اكلمكم على التشكيل المتوقع في فريق اسيوطي، معانا على الشاشه ايضا في حراسه المرمى عصام ثروت، من اليمين للشمال احمد جمال، حماده طلبه، احمد سعيد، اوكا، سليم عبد الخالق، وفي خط الوسط مهند لاشين ومحمود شيكا، وامامهم محمد عنتر وسعيد مراد ومحمود صلاح عمر بسام في خط الهجوم. هل كابتن علي ماهر النهارده من خلال هذا التشكيل المتوقع اللي ممكن يبقى متواجد في الملعب هيتعامل ازاي مع النادي الاهلي وقوته الهجوميه وقوته كفريق متكامل عنده شغل جماعي وشغل فردي بيتعمل على اعلى مستوى؟ هنشوف كابتن علي ماهر ممكن يتعامل ازاي مع فريق النادي الاهلي، ولكن طبعا مباراه صعبه على الفرقتين، مباراه اكيد واحنا بنتكلم النهارده النادي الاهلي لا يقبل غير الفوز، لا يقبل غير الثلاث نقاط في المركز الثالث، عايز يتقدم للامام في جدول الدوري، اكيد مش هيتقدم غير طبعا بالفوز دائما من خلال كل مباراه، سواء مباراه في مؤجله او مباراه تكون في الاسابيع اللي احنا ممكن بنلعب بيها. دائما بنتمنى التوفيق لفريقنا. هروح لفاصل بقى ونرجع اكمل كلامي طبعا مع ضيوف اللي هيكون متواجدين ان شاء الله، هنتكلم في الجزء الفني الخاص بالفريق، وعايز اتكلم كمان ايضا على بطوله اوروبا اللي شغاله، وطبعا زي ما احنا شايفين مباراه مميزه جدا، وصعود بعض الانديه واخفاق بعض الانديه الاوروبيه ايضا من الصعود لدور ال16 في بطوله دوري ابطال اوروبا.